الكان كشفت كيف يعاني حكيمي من المافيا الأرجنتينية. يحمل أشرف حكيمي آمال بلد بأكمله في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، فهو لاعب حاسم ويلعب في موقع يلائمه بشكل جيد، واستطاع من خلاله أن يشكل حلقة مهمة في تشكيلة أسود الأطلس. بالنسبة لكل الذين استمتعوا بالفعل بأداء حكيمي الرائع مع المنتخب المغربي والدورتموند وإنتر وجزئيا مع باريس سان جيرمان، فإن رؤيته في الرواق الأيمن بحماس وكفاءة ليست مفاجأة، لكن رؤيته يسجل ضربتين حرتين حاسمتين على نحو لم يفعله من قبل مع أي فريق، فهنا تبدو المفاجأة أكبر قليلا. وقالت صحيفة فرانس فوتبول إن حكيمي الذي يبلغ من العمر 23 عاما فقد لديه مجال كبير لتحسين قدرته نحو الأفضل، وأضافت أنه من المؤسف جدا أن المافيا الأرجنتينية في باريس سان جيرمان لا تمرر إليه الكرة عندما ينطلق في الرواق الأيمن، لذلك لم يتألق مؤخرا على النحو الذي ظهر به في بداية الموسم عندما كان ميسي ودي ماريا لا يلعبان بعد. وقتها كان حكيمي يسجل ويصنع التمريرات الحاسمة، وتتوقع الصحيفة أن يرحل حكيمي عن باريس سان جيرمان إذ استمر الوضع على ما هو عليه.